بغداد تحت حبيب 25/2/2020 حاليا الساعة تقريبا قريب 11 توافد العشرات من الأهالي إلى ساحة التحرير وانطلاق مسيرات داخل ساحة التحرير حاليا أغلب الثوار والساحة كلها بانتظار وصول طلبة رغم برودة الجو ورغم الأمطار الشديدة اللي حتى جاي يصعب علينا التصوير بسببها لكن التوافد ما زال مستمر أساسا ابتدأ هسه